رندا فهد معي اليوم بإيت سمارت. موضوعنا هو الهاشيموتو، رح نفصل أكثر عن هالحالة الصحية وأكيد شو إلى علاقة بالتغذية، ولكن قبل بدنا نذكر برقمنا إذا عندكم أي سؤال لرندا على 0444444. بونجور رندا. بونجور، كيفك اليوم؟ كثير منيحة. عندنا خبرية قبل الهاشيموتو. مظبوط، عندنا خبرية والهاشيموتو شوي لهم علاقة ببعضهم، بس قبل بحب أذكر المشاهدين إنه فيهم يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد، بيكونوا عم يتابعوا كل شو عم يصير بعالم التغذية بهيدا الوقت، أو فيهم يتابعوني على الفيسبوك بيج على الار دي اف، بحطوا لايك وبكونوا عم يتابعوني. تينا كمان كثير اشخاص عم يسالوني اذا غير عن عياداتي عم شوف كمان اشخاص اونلاين، وانا بذكركم انه ايه، خصوصا الاشخاص اللي هن مش عايشين بلبنان، طبعا عم نعمل نحن اونلاين كونسلتيشنز، وفيهم يستفهموا على هالشيء من خلال صفحتي بالانستغرام اما على الار دي اف. خبريتي اليوم تينا لها علاقة بزيادة الوزن والامرأة، والامرأة بعد العمر المينوبوز، فإذا بعد ما تكون الدورة الشهرية توقفت وزيادة الوزن، نحن بنعرف هون أنه عندنا تغيير الهرمون اللي ممكن يؤدي إلى زيادة الوزن، نحن بنعرف أنه بهالوقت في شوي قلة حركة، في كمان رياحة بنوع معين من الأكلات اللي هالامرأة بتاكلها، فهالشي ممكن لبعض الأشخاص يكون عم يؤدي لزيادة الوزن. ولكن كمان هالدراسة اللي أخذت أكثر من 76 ألف امرأة، كان في الدراسة على مدة 3 سنين، وهول النساء كانوا بعمر 50 سنة لل 79 سنة، وشافوا انه هول النساء كان في منهم عم ياخذوا ادويه معينه، منها ادويه انتي ديبرسنس ضد الاكتئاب، في منهم كانوا عم ياخذوا ادويه بيتا بلوكرز لهم علاقه بالضغط المرتفع. نحن بنعرف بعد المينوبوز كمان في عندنا امراض معينه بتبين عند النساء، واشخاص كانوا عم ياخذوا ادويه لتعالج الانسولين عندهم لترجلجو، وتبين انه بهيدي المرحله من الوقت عند الامراه، واذا تناولت حيلا وحده من هول الادويه، هالشيء رح يعرضها على الاكيد لزياده الوزن وخصوصا ميله الخصر. وانتبهوا كمان انه النساء اللي عم ياخذوا اكثر من دواء، يعني لنقول ضد الاكتئاب والانسولين او ضد الاكتئاب ودواء للضغط، كمان كانوا معرضين اكثر من غيرهم لزياده الوزن. فايه، انتم معرضين لزياده الوزن اذا كنتوا بهالاعمار واذا كنتوا عم تاخذوا هالادويه، ولكن ايه في علاج لهالشيء واكيد بنحكي عنه مثل العاده دائما. عم نحكي عن الهاشيموتو رندا، بنعرف انه اتس ان اوتو اميون ديزيز، كنا عم نحكي قبل الهواء انا وياك، عم تقولي انه اكثر عند النساء من عند الرجال. شو كمان فينا نعرف عنه لهالمرض؟ اوكي، لكن الهاشيموتو هو مرض له علاقه بالغده، الغده الدرقيه، وهون بالهاشيموتو اللي بيصير هو شو يعني اوتو اميون، يعني مثل كانه الجسم بخمن يحارب نفسه. مزبوط، عم يحارب نفسه وين؟ بهيدي المنطقه. فاذا بيصير في حرب على هيدي المنطقه. احصائيا ببين انه النساء عندهم اكثر هن عرضه من الرجال، واحصائيا ببين انه الاشخاص بين 30 وال 60 سنه هن اكثر عرضه من غيرهم ليصير معهم كمان هيدا المرض. هلا نحن عم نحكي على الهاشيموتو لانه هيدي تاثيرها على الغده، ونحن بنعرف قديش هي الغده مهمه لتعطي طاقه، لتركلج الحراره، قديش هي مهمه للنمو، قديش هي مهمه كمان للميتابوليزم، يعني الاكل يكون عم يشتغل في الجسم بطريقه مضبوطه، قد ايه بنحرق، ومهمه كمان لتحافظ على الوزن. هلا الاشخاص اللي معهم هاشيموتو هن معقول اول شيء ما يحسوا فيها، ولكن مع الوقت يمكن يكون يحسوا بعوارض معينة، منها عوارض زيادة الوزن مش عم يعرفوا ليه، منها معقول تنفخ الجويتر، بنقول لها معقول تنفخ الغدة، معقول تصير معهم هيك، منها معقول يتساقط شعرهم، ومنها كمان معقول يكون يعلى الكوليسترول عندهم، أما شوي الإنسولين يلعب بجسمهم. فإذا فيهم يلاقوا وحدة من هالعوارض وبيكونوا بهالعمر معين، وهالشي لازم يحط لهم علامة استفهام، نروح نعمل فحوصات للغدة. فحوصات دم؟ فحوصات دم، بفحوصات الدم في عنا فحوصات لهرمونات الغدة كمان.
هلا هون كمان اللي بدي اقوله انه هاشيموتو لشو بتأدي؟ بتأدي لشيء اسمه هايبوثايرويدزم، يعني الغده ما بتقعد تشتغل مظبوط، تشتغل اقل بطيئه. هلا كمان اللي بدي اقوله انه في اشخاص غدتهم بطيئه لانه الهرمونات تبع الغده خفوا، T3 T4 TSH هون صار عم يلعب فيهم الجسم، ولكن نحن هون عم نحكي عن لانه عندهم هاشيموتو تأدى هالشيء ادى. هون حالتين مختلفين، هون حالتين، هاشيموتو هي مرض ديزيز، هونيك الهايبوثايرويدزم هو نتيجه يعني نتيجه ايه؟ نتيجه هذا المرض، نتيجه بطء الغده 100%. فاذا هون صارت الغده بطيئه وهذا الشيء نحن اكيد منه محبذ. هلا بس بنعالج هذا الوضع مثل ما بنعالج الغده البطيئه 100%. فالعلاج هو ذاته، فاذا الادويه طبعا ما في علاج بدون دواء هون، هون الحاجه للدواء، ما زال نحن الافرازات ما عم تكون مضبوطه لهالهرمونات، فاذا هون نحن بحاجه لدواء مثل كانه افرازات الهرمونات صارت مضبوطه، يعني نحط هالهرمون نحن بنكون عم ناخذه بدل ما هو يكون الجسم عم يعمله الكونه. وشو دور الاكل بالهاشيموتو؟ هلا هون طبعا اوقات الهاشيموتو هي لها علاقه مع امراض ثانيه، فاذا عندي او رح اقول لهم هيك بالاجمال، هاشيموتو والكوليسترول بدي انتبه على الاكل، الكوليسترول هاشيموتو والانسولين بدي انتبه لما يرفع الانسولين عندي. هلا ولكن كمان نحن بنعرف انه الماكولات اللي هي بنقول لها كروسيفرس، يعني ماكولات اللي هي القرنبيط، اللي هي الملفوف، اللي هي البروكولي، الكيل، هول المأكولات ما لازم نكون عم نكتر منهم بهالمرحلة. هلا واحد اخذ اكل شوي منا مشكلة، بس لنقول الاشخاص اللي بحبوا الملفوف كثير كل يوم بدهم دائما سلطة ملفوف اكزاكتلي هون بصير عندنا بدنا ننتبه. الاشخاص اللي هن عم يعملوا الكيتو دايت وعم ياخذوا الكولي رايس، الرز اللي هو معمول من القرنبيط، كمان هول بدهم ينتبهوا. هيدي من ميلة. من ميلة ثانية عندنا الكثير كريتيكال هو الايودين، مادة الأيودين أما اليود، إذا أخذنا من إذا كانت قليلة مشكل، وإذا أخذناها بكثرة مشكل. فإذا أول شيء ما بدي آخذ حبوب أيودين، ما بدي آخذ شيء منزيد له يود، مي مدعمة هل اكزاكتلي اوريدي المي عندنا إياها فيها أوكي، الملح اللي بناخده موجود فيه أيودين اوكي، وقت ناكل الاسماك سي فود فيها ايودين، فاذا نحن في عندنا الاكلات اللي عم ناكلها هي بتحتوي على يود، فاذا ما بدي ما اكلها ابدا، بس كمان ما بدي يكون عم زيدها، فهيدا اليود شغله كريتيكال. من ناحيه ثانيه عندي اثنين من المعادن المهمين هن السيلينيوم والزنك، فاذا سيلينيوم حتى في دراسه، هيدي ما بدي اياكم تعملوها، بس حتى في دراسه انعملت انه اذا اخذوا سيلينيوم وما اخذوا، الاشخاص معهم هاشيموتو وما اخذوا دواء، كان سيلينيوم عم يظبط لهم الوضع. هيدي دراسه بس ايش يعني بنعملها هلا. فاذا الماكولات اللي فيها سيلينيوم هي الماكولات الدجاج، ما السيلينيوم كمان موجود بالاجبان. هون من هول هيدا، بعدين اوقات موجود، هو موجود بالمكسرات، مع انه نحن بالهاشيموتو ما بدنا نكتر مكسرات، كل الاعتدال اوكي. فاذا موجوده اكثر شيء بالبرازيل ناتس، وموجوده بالبقوليات اللي هي بتنزرع هالزريعه بمحلات التربه فيها سيلينيوم. هلا كنا كمان مثل ما قلنا الزنك هي شغله كثير مهمه، والزنك هو موجود بمأكولات كمان، بنرجع بالبيض في زنك، بنرجع المأكولات اللي هي بالدجاج في زنك، كمان بالسمك في زنك. فإذا نحن وقت عم ناكل أكل منوع أوكي، نحن عم نحط البقوليات فيها زنك، عم نحط الزنك السيلينيوم موجودين بأكلنا. بس هون كمان كثير مهم شغله اللي عم تقوليها هي الكميات. مظبوط، لانه يعني بدنا يكون في اعتدال بالكميات على الاكيد، لانه كمان اللي معه هاشيموتو بكثير اوقات معرض لزياده، مظبوط، ولزياده الوزن، وهيدا شيء بدنا نكون عم تنتبه له نحن. فاذا الكميات هون بتلعب دور كثير مهم. هلا في عندنا دراسات بتحذر من الصويا، دراسات بتحذر من المحلق الاصطناعي، هول دراسات، وفي دراسات هون اللي عم بيأثروا على الهرمونات 100% 100%. مشان هيك الجينيتيكلي موديفايد كمان، الاشياء اللي هي معدله جينيا كمان ننصح انه تكون نكون عم نبتعد عنها. هلا اخيرا بيجي عندنا الديبيت اللي بناخذ وبنعطي فيه على قضيه الجلوتين.
هلا كنا عم نقول تينا انه في كثير اوقات عندنا امراض معينه بتؤدي للهاشيموتو، منها اذا حدا عنده مشكله سيلياك معقول كثير يؤدي هالشيء للهاشيموتو او امراض ثانيه. هلا هون اذا في عندنا هالحالات لكن نحن بدنا ننتبه من خبرية. في كثير معلومات ما طرقناها لرندا، بغير مره اكيد رح نكفي حديثنا ننتقل لامين. هاي، هلو امين، كيفكم زميلاتي؟ تمام، جاهز؟ انا دائما جاهز بموضوع الرياضه وبسمع اكثر للمواضيع اللي كثير مهمه اللي بتحكوا عنها. انا بدي اقول لكل المشاهدين عم بيحضرونا انه اليوم جمله يو ار وات يو ايت ما اجت من عبث. اليوم التغذيه قديش مهمه لجسم الانسان، وخاصه بهالايام يلي اليوم نقدر نحصل على كل الفول كالوريز اللي بدنا اياهم، صار شوي بدها شويه معرفه. مشان هيك اليوم انه نقدر نتأيد بالنصائح اللي عم تعطوها مني وجر انا كرياضي وكشخص متمرس بالرياضه ومدرب محترف كمان، بنتبه كثير على هذا الموضوع. لازم كل المشاهدين يولوا كثير اهميه كبيره لموضوع الغذاء والتغذيه، لانه لها علاقه بالريكفري وبتكمل الرياضه اللي نحن ممكن نعملها 100%. التغذيه بتاثر على الجسم وعلى النفسيه كمان امين، والرياضه كمان نفس الشيء بدورها، فرح ننتقل لعندك. يلا